واحد بيقول أرجو توضيح كيف إن اللاهوت لم ينفصل عن الناسوت في وقت الموت؟ أليس إن الناسوت يعني جسد، وإن الموت عبارة عن انفصال الروح عن الجسد؟ لا، شوف يا أيها اللاهوت المبارك صاحب هذا السؤال، الناسوت فيه الروح والجسد، ده غير اللاهوت، واللاهوت متحد بالروح وبالجسد فما انفصلش عن الاثنين. هو الانفصال الذي حدث انفصال عن عنصري الناسوت وليس عن اللاهوت. عنصري الناسوت اللي هو الروح والجسد انفصلوا عن بعض، لكن فضل اللاهوت متحد بالروح لوحدها ومتحد بالجسد لوحده. فالروح المتحدة باللاهوت استطاعت انها تنزل الى اقسام الارض السفلى وتسبي سبيا وتأخذ الارواح وتطلعهم الى الفردوس وتفتح باب الفردوس وتدخل الى اخر. ده الروح المتحدة باللاهوت. والجسد المتحد باللاهوت ظل لا يعرف فسادا، لا ينحل ويحتفظ بكيانه كما هو لأنه متحد باللاهوت.